السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوحدة الثالثة، المفهوم الثاني عن الوقود، الدروس الثالث والرابع والخامس. الدرس الثالث قيم كعالم، تكوين الوقود الحفري. طبعا احنا شرحنا تكوين الوقود الحفري وكيف يتكون في الحلقة السابقة، وايه هنشوفها دلوقتي مع بعض تاني، هيجيبها لي متلخبطة وانا ايه هرتبها. تعلمنا في الأنشطة السابقة كيف يتكون الوقود الحفري وانواعه المختلفة. الوقود الحفري قلنا يعني البترول او اسمه النفط، وايه والغاز الطبيعي، وايه والفحم. خلاص كده. طيب التلاتة دول بنعتبرهم اسمهم الوقود الحفري. ليه؟ لان احنا الوقود الحفري اللي هو البترول والغاز الطبيعي والفحم. ليه بقى؟ لان احنا بنحفر تحت الارض علشان نطلعهم، لازم نحفر بآلات ضخمة وكبيرة عشان نقدر نطلعهم هما التلاتة، وهم لهم اهمية اقتصادية كبيرة جدا. كيف يتكون بقى الوقود الحفري؟ فيما يلي الخطوات بتكوين الوقود الحفري ورتبها بالترتيب الصحيح. هنا جايبها لي ترتيب متلخبط وانا هرتبها الترتيب الصحيح. رقم ألف، تتحول بقايا الكائنات الحية لتصبح وقودا حفريا. رقم ب، الحرارة والضغط يؤثران في بقايا الكائنات الحية. رقم ج، تدفن بقايا الكائنات الحية تحت الرواسب. رقم د، تموت الكائنات التي عاشت منذ قديم الأزل. طبعا رقم واحد عندي ايه؟ تموت الكائنات الحية، دي رقم واحد، التي عاشت منذ قديم الأزل. طب رقم اتنين ايه عندنا مع بعض؟ نشوف كده. هين تدفن بقايا الكائنات الحية تحت الرواسب. رقم تلاتة عندنا، تحت تأثير الضغط والحرارة يؤثران في بقايا الكائنات الحية. رقم أربعة بقى، تتحول بقايا الكائنات الحية تصبح وقودا حفريا. تصبح بقى أهو تحت الأرض، أهو زي ما احنا شايفين كده، بترول وغاز طبيعي وفحم، ويتم استخراجها عن طريق الآلات الضخمة زي ما احنا برضو شايفين كده من تحت سطح البحر كده. طيب أهمية الوقود الحفري في حياتنا، فيما يستخدم الوقود الحفري بنستخدمه في ايه؟ بنستخرج منه الكهرباء. الحياة بدون كهرباء، هنيجي نشوف كده. درسنا أن الغاز الطبيعي والنفط من مصادر الطاقة غير المتجددة. خلاص، يبقى الوقود الحفري ده من مصادر الطاقة غير المتجددة، اللي هو الغاز الطبيعي والنفط خلاص والفحم، يعتبر مصادر طاقة غير متجددة، لأنه بيقولنا بيستغرق ملايين السنين حتى ايه يتكون، يتم تكوينه. ومع ذلك فإنه يتم استخدامهما في العديد من المناطق لتوليد الكهرباء، ويتم الآن الاهتمام باستخدام الموارد المتجددة. يبقى دلوقتي بدأنا نهتم بالموارد المتجددة بقى. زي ايه الموارد المتجددة دي؟ نشوف مع بعض كده. احنا قلنا الغير متجددة مثل الغاز الطبيعي والنفط، خلاص، والفحم. النفط اللي هو البترول، وعندنا كمان الفحم. طب الموارد المتجدده بقى زي ايه؟ قال لك الطاقه الكهرومائيه، يعني الطاقه اللي بتتولد عن طريق اندفاع الماء، وتسمى لذلك الطاقه الكهرومائيه، وطاقه الرياح. يبقى دي امثله للطاقه الايه المتجدده. خلاص. طب ليه عايزين نستبدل الطاقه الغير متجدده بطاقه متجدده؟ ليه بقى؟ طب دلوقتي هنا في عندنا سؤال بيقول علل، او لماذا يعني يتم الاهتمام بالموارد المتجددة مثل الطاقة الكهرومائية والرياح؟ ليه بقى متجددة؟ لنستطيع ترشيد الوقود الحفري، عشان نقدر نوفر الوقود الحفري ايه نستبدله بايه بقى؟ بالطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح، ويجب ترشيد او تقليل استهلاك الكهرباء. ولفعل ذلك يجب أن يعرف كل شخص كمية الكهرباء المستهلكة في أنشطته اليومية. يجب أن نرشد من استهلاك الكهرباء، لأنها طبعا من مصادر الطاقة الإيه قلنا الغير متجددة. طيب نيجي نشوف كده بالنسبة لتوليد الكهرباء من النفط أو البترول، دي تعتبر طاقة غير متجددة، ولكن احنا عايزين نستبدلها بطاقة بإيه؟ نولد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية أو طاقة الرياح، ودي تعتبر من الطاقة المتجددة التي لا تنتهي. خلاص، عشان ايه تبقى الكهرباء على طول عندنا، لأن الكهرباء دي مهمة جدا في بيوتنا كده. كيف نستطيع توليد أو استخراج الكهرباء من البترول
وذلك ايه عشان ايه نستخدمها في المنزل عشان ايه ندير الالات بتاعتنا كلها زي التلفزيون. بس انا عايزة اعرف ازاي بقى انا من البترول اقدر اطلع كهرباء. نشوف كده مع بعض. ده نموذج بسيط بيوضح آلية عمل محطات الطاقة. يعني محطات الطاقة دي وظيفتها ايه؟ بتعمل بتشتغل ايه محطات الطاقة دي؟ محطات الطاقة بتقوم بايه؟ بان هي استخراج الكهرباء والبن كهرباء من البترول، من خلال البترول. طب نشوف ازاي بتعمل ايه. اول رقم واحد، بنروح محطات الطاقة دي، وبتعمل محطات الطاقة عن طريق الوقود الذي يتم حرقه. خلاص، يعني احنا بنحط اهو الوقود فين؟ في محطات الطاقة، ماشي كده. طب احنا حطينا الوقود في محطات الطاقة وتم حرقه، حرقني زي ما احنا شايفين بالنار كده. خلاص، فيحصل ايه بعد كده؟ تستخدم الطاقة الحرارية الناتجة، تطلع طبعا حرارة. خلاص، في حرارة بتطلع اهي كده من خلال حرق الوقود. الوقود ده اللي هو ايه بقى؟ البترول او الفحم. خلاص كده. طيب، ده الوقود اللي تم حرقه، فطلعت منه ايه؟ حرارة. تستخدم الحرارة الناتجة من احتراق الوقود لتسخين الماء. في ماء هنا، خلاص، الماء ده هيسخن نتيجة وجود ايه؟ طاقة حرارية. الماء ده هيسخن نتيجة وجود طاقة حرارية. خلاص كده، المية دي هتسخن، فلما الماء يسخن هيحصل ايه؟ خلاص، يتكون البخار، ويتم توجيه البخار داخل الانابيب. يبقى البخار هيمشي كده اهو، شوف اتجاه السهم، البخار مشي اهو، اهو بخار الماء مشي في الانابيب دي، مشي كده. خلاص، اهو اهو ده بخار الماء اندفع هكذا في خلال تلك الانابيب، وبعدين يفضل ماشي فيحرك التوربينات. قوة اندفاع بخار الماء دي هتحرك التوربينات دي. خلاص، طيب، لما يتم تحريك التوربينات تستخدم الطاقة الحركية للتوربينات في تشغيل المولد. خلاص، فالمولد ده اهو، ده المولد يدور بقى، فيدور ايه؟ المولد. ويقوم المولد ايه بقى؟ بتحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربية. خلاص، فتتولد الكهرباء، ودي اللي احنا عايزينها طبعا عشان ناخدها نمشيها في الاسلاك بقى في الشوارع كده. خلاص، من خلال المحطات ناخدها من المحطة ونمشيها في الاسلاك ونوديها للايه؟ للمنازل، يتم تشغيل الاجهزة الكهربائية وانارة المنازل. خلاص، يبقى احنا دلوقتي نقدر نقول تنتقل الطاقة الكهربية عبر الأسلاك إلى المنازل والشركات. خلاص، بناخد بالنا الجهاز دون اللي احنا شايفينه قدامنا، ده هو جهاز موجود فين؟ موجود في محطات الطاقة. وظيفته ايه؟ ها، وظيفته هو ان احنا بناخد منه ايه؟ الكهرباء. دلوقتي احنا بنتكلم عن الكهرباء، ان احنا نقوم بتوليد الكهرباء، بنقوم بايه؟ تتولد الكهرباء، هو في الاخر زي ما احنا شفنا كده بتتولد هنا الكهرباء. خلاص، يبقى الجهاز ده وظيفته ايه؟ ان احنا بناخد منه كهرباء ونوصلها الى المنازل والشركات. طبعا طريق ايه؟ اقول لك، احتراق الوقود، وبتطلع منهم طاقه حراريه، فبيسخن الماء الموجود فبيسخن الماء الموجود فيها، وايه؟ ويتم ايه؟ اندفاع بخار الماء في الانابيب. خلاص، وبعدين بعد كده بتروح للتوربينات فيتم تحريكها. خلاص، وبعد كده يتم في تشغيل المولد، ويدور المولد، يدور المولد، فلما يدور المولد بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية، وهو المطلوب عشان نوديها للمنازل والشركات. هنيجي برضو نشرحها بطريقة أخرى زي ما الكتاب شارحها كده أهو. خدنا خط، نيجي نشوف بيقول هنا مراحل انتقال الطاقة من الوقود الحفري عبر محطة توليد الكهرباء إلى الأجهزة في المنازل. يبقى أنا دلوقتي هاخد الوقود الحفري اللي هو البترول والغاز الطبيعي والفحم، خلاص عايزة أدخله محطة توليد الكهرباء عشان أولد منه كهرباء، أخد منه الكهرباء خلاص كده، وأوديها للأجهزة في المنازل عشان تشتغل. يبقى أول حاجة في محطة توليد الكهرباء هيحصل ايه؟ يتم احتراق الوقود فتنتج عنه طاقة حرارية، تنتج عنه طاقة ايه؟ حرارية. يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين، خلاص حصل ايه بقى؟ انتقال الطاقة الحرارية الى الايه؟ الى الماء. يبقى رقم اتنين، انتقال الطاقة الحرارية الى الماء، يسخن وينتج عن ذلك، وينتج عن الماء الساخن ايه؟ ها، بخار ماء. خلاص، فاندفاع بخار الماء في الانابيب رقم 3.
خلاص. يستخدم البخار لتحريك ايه التوربينات في طاقة حركية من خلال اندفاع بخار الماء في الأنابيب، تتحرك الايه التوربينات خلاص كده، ودي تعتبر طاقة حركية. هتنتقل الطاقة الحركية إلى المولد رقم 4. ويستخدم المولد لإنتاج الطاقة الكهربية التي تستخدم في المنازل خلاص كده. ولذلك نجد أن تحولات الطاقة تحدث لنحصل على الكهرباء من نحصل على الكهرباء من الوقود الحفري خلاص. يبقى احنا دلوقتي بنحصل على الكهرباء من الوقود الحفري من خلال الخطوات اللي احنا شفناها فوق كده خلاص، ودي تسمى بتحولات الطاقة من طاقة حرارية إلى طاقة حركية. يبقى احنا دلوقتي تحولت الطاقة الحرارية خلاص زي ما احنا شفنا كده فوق إلى طاقة ايه حركية. لما احنا حرقنا الوقود نتج عنه ايه طاقة حرارية خلاص. وبعدين لما الطاقة الحرارية سخنت المية نتج عنها ايه بخار ماء، والاندفاع ادى الى تحريك الايه التوربينات، ودي طاقة حركية خلاص. ومن طاقة حركية الى طاقة ايه كهربية. وبعدين جه المولد راح ايه محول لي الطاقة الحركية الى طاقة كهربية. هنا عندنا الدرس الرابع خلاص. لاحظ كعالم نشاط 10 المشكلات البيئية في المدن الكبيرة. تعلمنا أن استخدام الوقود الحفري يؤثر سلبا على البيئة. يبقى استخدام الوقود الحفري بيؤثر سلبا على البيئة بطريقة مش كويسة، بطريقة بتضر البيئة، ولكن التأثير الأسوأ يكون دائما على المدن الكبيرة نظرا لتوسع استخدام الوقود الحفري. أسباب تلوث الهواء في المدن الكبيرة. أدت أنشطة السكان الصناعية والزراعية واحتياجاتهم الكثيرة إلى ظهور مشكلات التلوث حول العالم. فمثلا طيب هنيجي نشوف التلوث جه في الهواء وفي الماء إزاي. رقم 1 عندنا المبيدات الحشرية اللي احنا بنحطها على الزرع، او زي ما احنا شايفين هنا في زرع كده، فاحنا بنحط يعني بنرشه زي بالظبط البيروسول اللي احنا بنرشه عشان نموت الناموس، فاحنا بنرش الزرع عشان نموت الحشرات اللي عليه عشان ينمو من غير ما تكون حشرات تموته. طيب المبيدات الحشرية دي صحيح بتموت الحشرات ولكنها بتضر بالزرع خلاص، بتضر بيه خلاص. يبقى المبيدات الحشريه المستخدمه في المزارع اختلطت بجداول الماء او مجرى الماء خلاص عند سقوط الامطار، وادت الى تلوث الماء والتربه. يبقى المبيدات الحشريه اللي انا برشها دي على الزرع ادت الى تلوث الميه، الميه اتلوثت والتربه كمان والنبات كمان. ايه كمان؟ المواد الكيميائية المستخدمة في المصانع أدت إلى تلوث الهواء. في مواد كيميائية في المصانع احنا بنستخدمها في المصانع طبعا، والمصنع بيخرج منه أدخنة لونها أسود. الأدخنة دي بتكون مضرة وبتلوث الهواء، ومصادر المياه القريبة منها أيضا بيتم تلويثها، وأيضا التربة بتلوث بسبب ذلك البخار الأسود، وكمان المخلفات بتاعة المصنع بيتم إلقائها في المياه القريبة من المصنع، وبالتالي فهي او التربة القريبة من المصنع، وبالتالي فإن المياه القريبة من المصنع او التربة برضو بيتم تلويثها. رقم 3 حرق الوقود للحصول على الطاقة. زي اللي احنا قلناها قبل كده ان احنا لما بنحرق الوقود عشان نحصل على الطاقة، ده بيقف في مجالات الحياة المختلفة كالتنقل عشان نحصل على البنزين مثلا ونتنقل مكان لاخر والصناعه وغيرها، ادى ذلك الى تلوث الهواء، لان طبعا بيخرج من تلك المصانع ادخنه قلنا لونها اسود خلاص بتلوث البيئه. اضرار تلوث الهواء. طيب انا دلوقتي لما الهواء عندي اصبح هواء ملوث، الاول كان هواء نقي ما كانش فيه حاجه قبل ما الانسان يخترع المبيدات الحشريه، وقبل ما الانسان يخترع المواد الكيميائيه التي بتدخل في المصانع، وقبل ما الانسان يستخرج البترول ويتم حرقه، ما كانش الهواء ملوث، كان الهواء نقي ونظيف. لكن لما عملنا الحاجات دي واصبح في التطور بقى في الحياة وكده، اصبح الهواء بتاعنا ملوث خلاص. طيب تتسبب اي عوادم السيارات والمصانع في تهيج العيون والرئة خلاص. يبقى دلوقتي عوادم السيارات العربيات اللي ماشيه في الشوارع زي ما احنا شايفين كده بيخرج منها من ورا عوادم لونها اسود خلاص، والمصانع برضو احنا قلنا بتخرج الادخنه السوداء منها، في بتسبب تهيج العيون والرئه، ونظرا لان لما وجده الباحثون الطبيون من جسيمات صغيره جدا ملوثه تملا هذه العوادم وتدخل اثناء التنفس الى الرئتين، فتسبب تهيج الرئتين وتلف انسجه الجهاز التنفسي. طبعا احنا بنتنفس كنا الاول بنتلو بنتلو
تنفس هواء نظيف خلاص، قبل ايه؟ او قبل التطور الصناعي، وقبل اكتشاف البترول والحاجات دي والغاز الطبيعي، وقبل ما يكون في كهرباء، كنا بنتنفس هواء نظيف. صحيح ما كانش في تطور وما كانش في كهرباء، بس احنا كنا بنتنفس هواء نظيف. ولكن بعد اكتشاف البترول والغاز الطبيعي والفحم وبدء التطور الصناعي، بدأ تلوث الهواء، واصبح ايه الجهاز التنفسي بتاع الانسان بيتلف بسرعة، وبيتنفس أدخنة ملوثة كثيرة جدا. بعد كده عندنا التلوث وحرق الوقود الحفري. طيب، في العصور الحديثة زادت حاجة الإنسان للطاقة من أجل تشغيل المصانع والسيارات والقطارات والسفن، زي ما احنا قلنا بقى مع التطور الصناعي زادت حاجة الإنسان عشان عايز يشغل المصانع بتاعته خلاص، ويمشي بالعربيات والقطارات والسفن وكل الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا دي. وكل الحاجات دي بتحتاج لحرق ايه؟ البترول، عشان استخرج منها ايه؟ الكهرباء، واستخرج البنزين كان الحل الوحيد لإيجاد كل هذا الكم من الطاقة اللازمة لجميع الاحتياجات. هو الوقود الحفري اللي احنا قلنا عليه. ما هو الوقود الحفري؟ البترول والغاز الطبيعي والفحم، والذي يشمل الفحم والنفط والغاز الطبيعي زي ما احنا قلنا. عند حرق الوقود الحفري بقى ايه؟ احنا قلنا عشان نجيب الكهرباء لازم نحرق الوقود الحفري اللي هو البترول، ناخده ونحرقه وتخرج منه طاقة حرارية زي ما احنا اتفقنا. عند حرق الوقود الحفري تتولد طاقة كبيرة، يستخدم الإنسان هذه الطاقة في محطات توليد الكهرباء التي ايه بدورها تستخدم في توليد الكهرباء زي ما احنا قلنا. ازاي بقى؟ احنا خدنا الوقود الحفري خلاص وبدأنا ايه، وبعدين حرقناه فتولدت منه طاقة حرارية كبيرة خلاص، أدت إلى ايه؟ تسخين المياه، واندفع من المياه ايه بقى؟ بخار الماء، وبخار الماء أدى إلى اندفاع وإلى إيه؟ إن التوربينات تدور، وبالتالي تدور إيه؟ المولدات، ويتم توليد الكهربية وتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية من خلال التوربينات والمولدات. الكهرباء في محطة توليد الكهرباء من خلال حرق الوقود الحفري، ناخد تلك الكهرباء ونوديها إلى البيوت والمصانع من خلال الأسلاك والمدارس عبر خطوط الكهرباء اللي هي الأسلاك، فيحصل الناس على احتياجاتهم من الطاقة. نشوف بقى لما احنا بنحرق الوقود الحفري عشان نحصل على الكهرباء بيحصل اضرار. اضرار حرق الوقود الحفري بقى، لا يتسبب حرق الوقود الحفري في الحصول على الكهرباء والطاقة فقط، ولكنه يتسبب في تلوث البيئة. يعني صحيح احنا خدنا احتياجاتنا من الكهرباء ومن الطاقة، ولكن حدث ايه بقى للبيئة؟ حدث لها تلوث من خلال ذلك الحرق خلاص على شكل كبير، حيث ينتج عن حرق الفحم والنفط وغاز ايه بقى؟ ثاني اكسيد الكربون. بينتج عن الحرق لما انا بحرق الوقود الحفري ده، بينتج عنه غاز اسمه غاز ثاني اكسيد ايه الكربون. نيجي نتكلم دلوقتي عن تأثير زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون على البيئة. طيب دلوقتي ثاني أكسيد الكربون زاد في البيئة بسبب حرق الفحم والنفط وإيه والغاز الطبيعي، لأن أنا مسكت الفحم والنفط وحرقتهم عشان عايز أحصل على الكهرباء، فنتج عن ذلك اللي هو الأدخنة السوداء دي، عبارة عن غاز ثاني أكسيد الكربون. الأدخنة السوداء التي تخرج من المصانع، من مواسير المصانع ومن عوادم السيارات، ده اسمه غاز ثاني اكسيد الكربون. طب ايه اضراره؟ هنيجي نشوف اضراره مع بعض. بيقول لك الامطار الحمضيه، يتحد غاز ثاني اكسيد الكربون مع الماء الموجود في الهواء لانتاج حمض الكربونيك الذي يسبب الامطار الحمضيه. يبقى غاز ثاني اكسيد الكربون لما بينطلق عند حرق الوقود بيلاقي في وشه مين؟ في الهواء، بيلاقي بخار ماء، فبيتحد معاه وبيكون حاجه اسمها حمض الكربونيك خلاص. حمض الكربونيك ده بيتسبب في الامطار الحمضيه خلاص. طب الامطار الحمضيه دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لا، الامطار الحمضيه دي حاجه وحشه جدا. الامطار العاديه اللي ربنا بينزلها من السماء دي حاجه جميله، هي اللي بتخلي الزرع ايه يشرب فيكبر. اما الامطار الحمضيه دي فشيء غير طبيعي، لان هو ايه؟ اتحد بماده غير طبيعيه جديده عليه، اللي هي غاز ثاني اكسيد الكربون المضر اللي بيكون لونه اسود خلاص، عامل زي الهباب كده اللي بيبقى على الحلل لما احنا ايه
بنيجي نطبخ فيها. خلاص، يبقى الامطار الحمضيه تسبب في موت الايه، الاشجار، وايه كمان، تغير حمضيه البحيرات فتتسبب في موت الاسماك. لما تنزل الامطار الحمضيه دي في البحيرات اللي فيها سمك بتسبب ايه، موت الاسماك. وايه كمان، تغير الطبيعه الكيميائيه للتربه. لما الامطار الحمضيه دي بتنزل على الارض اللي هي التربه، يعني بتؤدي الى ان هي بتغير طبيعتها، ان هي كانت جيده لزراعه النباتات فتصبح ان هي سيئه وما يصبحش، وتصبح ان هي غير صالحه للزراعه. خلاص، يبقى دلوقتي احنا عند شو، الامطار الحمضيه تاثيرها سيء جدا. وايه كمان، تذيب الامطار الحمضيه بعض الصخور مثل التي تستخدم في البناء. يعني انا لما الامطار الحمضيه دي بتنزل على بعض الصخور بتؤدي الى تفتتها فتصبح غير صلبه وغير صالحه للبناء بعد ان كانت هي صالحه للبناء. يبقى ده تأثير الأمطار الحمضية، وزي ما شفنا مع بعض كده تأثيرها سيء جدا. أنا عندي 1 2 3 4 4، أنا عندي 4 إيه نتائج مش كويسة أبدا. 1 2 3 4 4 نتائج مش كويسة أبدا لتأثير الأمطار الحمضية السيء. ماشي، طيب إيه كمان، ثاني أكسيد الكربون عمل أمطار حمضية، حاجة اسمها أمطار حمضية. احنا قلنا بقى الأمطار الحمضية دي وحشة، هي صحيح مطر بس مطر مش كويس بيؤدي إلى نتائج سيئة. قلنا بيؤدي إلى موت الأشجار 1 2، تغير موت الأسماك 2 3، التربة بتصبح غير صالحة للزراعة 4، تفتت الصخور وتصبح غير صالحة للبناء. يبقى 4 حاجات مش كويسين أبدا. طب الاحتباس الحراري بتؤدي، يؤدي أيضا زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الاحتباس الحراري. يعني ايه الاحتباس الحراري ده بقى؟ هو يتجمع غاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء. خلاص، ما هو من خلال ان دلوقتي بحرق الوقود الحفري او البترول، فبيطلع من خلال الحرق ايه، غاز ثاني اكسيد الكربون. خلاص، طيب مكونه الطبقه تتسبب في حبس الحراره، غاز ثاني اكسيد الكربون ده بيحبس الحراره. خلاص، وبناء عليه ترتفع درجه حراره الارض ببطء، ويطلق على هذه الظاهره ظاهره الاحتباس الحراري. يعني كل ما يزيد خروج غاز ثاني اكسيد الكربون من المصانع، كل ما ايه، يعمل طبقه، الطبقه دي ده غاز ثاني اكسيد الكربون اهو، خلاص الطبقه دي بتؤدي الى حبس الحراره، الحراره تتحبس هنا، يؤدي هنا بقى الى حبس الايه، حراره. خلاص، الحراره تتحبس، فلما الحراره تتحبس ها، يؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض ببطء، درجة حرارة الأرض، الجو يصبح أكثر إيه، حرارة، يبقى حر. يعني نيجي نشوف مع بعض كده تعريف الأمطار الحمضية. الأمطار الحمضية هي الأمطار التي تكون مياهها متحدة، مش ميتها عادية بقى، لا أمطار، بس الأمطار بتاعها مياهها متحدة مع بعض الغازات الموجودة في الهواء مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، مكونة أحماض مثل حمض الكربونيك. وحمض الكربونيك ده بيكون سيء على التربة والنبات والأسماك. طيب نيجي نشوف التأثير التاني بالنسبة لأضرار حرق الوقود. احنا بنتكلم على أضرار حرق الوقود الحفري، احنا قلنا النتيجة الأولانية الأمطار الحمضية، وعرفنا ما هي الأمطار الحمضية وقلناها. رقم 2 الاحتباس الحراري نتيجة برضو حرق الوقود الحفري. طب الاحتباس الحراري ده هو ايه؟ هو عدم قدرة الأرض على التخلص من الحرارة الزائدة. ليه؟ بسبب زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون. ممكن نكتب هنا علل لما يأتي أو لماذا، هو عدم قدرة الأرض على التخلص من الحرارة الزائدة. ليه الأرض مش قادرة تتخلص من الحرارة الزائدة؟ ده بسبب زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون. وزيين، طب جه منين بقى زاد ليه غاز ثاني أكسيد الكربون في الأرض؟ ما هو ما كانش زيادة الأول، طب زاد ليه بقى؟ بسبب حرق إيه بقى؟ بسبب حرق الوقود الحفري. وخرجت من المصانع الأدخنة اللي فيها إيه، غاز ثاني أكسيد الكربون، فأدت إلى عمل طبقة زي ما احنا اتفقنا وزيادة درجة حرارة الأرض. طيب طبعا دلوقتي الوقود الحفري ده مهم جدا،
خلاص ليه؟ اللي احنا بنستخرجه من باطن الارض اللي هو البترول الغاز الطبيعي والفحم، مهم جدا لان احنا عن طريق فحمه بيتم ايه ان احنا بنحصل على الكهرباء والبنزين وغيره زي ما احنا اتفقنا. وطبعا دي حاجات مهمه جدا بالنسبه لحياتنا اليوميه. يبقى كيفيه الحفاظ على الوقود الحفري، احنا عايزين نحافظ عليه. تعلمنا في الانشطه السابقه كيفيه استخدام الوقود الحفري في توليد الكهرباء التي تمد منازلنا بالطاقه، عرفناها طبعا في الجهاز اللي احنا شفناه في مناطق توليد الكهرباء. ونظرا لان كميه الوقود الحفري الموجوده في كوكبنا محدوده، طبعا الوقود الحفري ده موجود تحت الارض بكميات محدوده خلاص كده، وتستغرق ملايين السنين لتتكون، ويستغرق الوقود الحفري ملايين السنين حتى يتكون زي ما احنا اتفقنا، ولا يمكن تعويض ما نستهلكه، وكل ما ناخد منه مش هنقدر ايه نعوضه الا بعد ملايين السنين بقى اللي يعيش ملايين السنين طيب بنفس ايه السرعة. وفي النهاية سينفذ الوقود الحفري، في الاخر هنلاقي ان الوقود الحفري ده كل ما ناخد منه هيقعد ايه يخلص خلاص، زي بالظبط ما اكون مخزن حاجة في المطبخ واقعد اخد منها في الاخر هتخلص. برضو الوقود الحفري متخزن تحت الايه تحت الارض خلاص إيه من ملايين السنين، فانا كل ما اخد منه في الاخر هلاقيه هينفذ هيخلص. لذلك يجب علينا الحفاظ عليه، ويكون ذلك عن طريق ترشيد استهلاكه، يعني اقلل استهلاكه واستخدمه ايه بالعقل. طيب طرق الحفاظ على الوقود الحفري، ازاي انا احافظ على الوقود الحفري؟ اهو قال لك رقم 1 2 3. واحد المشي او ركوب الدراجات بدلا من قيادة السيارات، لان السيارات بتحتاج لبنزين بناخدها من الوقود الحفري. طيب نعمل ايه؟ نستبدل السيارات بالمشي او ركوب الدراجات. رقم 2 اطفاء المصابيح في حالة عدم التواجد في الغرف. رقم 3 استبدال الوقود الحفري بمصادر الطاقة المتجددة. وقلنا ايه بقى مصادر الطاقة المتجددة؟ طبعا الوقود الحفري طاقة غير متجددة، فانا هستبدله بطاقة ايه متجددة، والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الرياح. احنا قلنا ان الطاقة الشمسية ان انا بستغلها عن طريق الالواح الشمسية اللي انا بحطها في مناطق فيها مشمسة زي مثلا فوق السطح مثلا، وبيتم وتلك الالواح الشمسية بتحول الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية، وطبعا الطاقة الشمسية عمرها ما هتنتهي ابدا خلاص، وبالتالي دي تعتبر طاقة متجددة ما بتخلصش زي الوقود الحفري اللي موجود تحت الأرض هيخلص في يوم من الأيام، لكن الطاقة الشمسية عمرها ما بتخلص، ولذلك هي طاقة متجددة خلاص. ودي هي بولد منها كهرباء. انا عندي طاقه المياه، ودي عباره عن دفع بيتم ايه تدوير التوربينات وتوليد طاقه كهربيه، وطبعا الميه برضو موجوده عندي على طول ما بتخلصش خلاص، يبقى دي طاقه متجدده. وطاقه الرياح، وبرضو طاقه الرياح عندي تعتبر طاقه متجدده، لان طاقه الرياح عمرها ما بتخلص ابدا، واندفاع الرياح بيؤدي الى توليد الكهرباء. يبقى عندي طاقه متجدده، انا ممكن استبدل الطاقه غير المتجدده وهي الوقود الحفري بالطاقة المتجددة وهي الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الرياح، الثلاثة دول يعتبروا طاقة متجددة. هنا في جدول اهو زي ما احنا شايفين قصادنا، جدول مقارنة ما بين ايه وايه، ما بين مصادر طاقة ده غير متجدد خلاص، ده غير متجدد اللي هو الوقود الايه الحفري غير متجدد خلاص. طيب نيجي نشوف مقارنة كده ما بين الوقود الحفري اللي هو غير متجدد وما بين مصادر الطاقة المتجددة. احنا قلنا زي ايه بقى مصادر الطاقة المتجددة زي الشاطرين كده، احنا قلنا ثلاث حاجات فوق اللي هما ايه الطاقة الشمسية والايه المياه والرياح، الثلاثة دول يعتبروا متجددة، الشمسية والمياه والرياح خلاص، التلاتة دول يعتبروا ايه متجددة، احنا اتفقنا خلاص. طيب دول يعتبروا متجددة، هنعمل مقارنة ما بينهم. يبقى انا هعمل مقارنة اهو بين الطاقة غير المتجددة والمتجددة. الغير متجددة رقم 1 يتسبب حرق الوقود الحفري في اطلاق غازات ضارة، غاز ثاني اكسيد الكربون، ممكن ارمز له CO2 اللي هو الرمز بتاعه ايه العلمي، بدل ما اقعد اكتب ثاني اكسيد الكربون. طيب غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو CO2 ده يؤدي الى ايه؟ ها اضراره ايه اللي هي بتسبب ايه؟ تلوث الايه؟ الهواء. لو دي الادخنه السوداء اللي بتخرج، ها زي ما بنيجي نشوي كده مثلا فراخ على الفحم فبيخرج ايه؟ غازات لونها اسود، هي دي غاز ثاني اكسيد الكربون، ده بيؤدي الى تلوث الهواء رقم 1. من خلال حرق برضو الوقود الحفري بيؤدي لخروج غاز ايه ثاني اكسيد الكربون ده اللي هي ايه اهو زي ما احنا شايفين هنا في تخينة سوداء هنا اهي خارجة اهي
شايفين الادخنه السوداء دي كده اللي خارجه من المصانع اهي، دي ده غاز ثاني اكسيد الكربون عمال يخرج اهو من المصانع، غاز ثاني اكسيد الكربون بيخرج من ايه من المصانع، مما يؤدي الى الهواء يصبح ملوث ويصبح لونه اسود، وفي غاز ثاني اكسيد ايه الكربون. طيب رقم 2 ايه كمان؟ ها الوقود الحفري لما بيتحرق بيعمل ايه غير ان هو بيلوث الهواء؟ رقم 1 قلنا بيلوث الهواء، رقم 2 التغير المناخي او الاحتباس الحراري، خلاص حبس الحرارة داخل الغلاف الجوي ما يؤدي الى ايه؟ زيادة درجة حرارة الارض، خلاص كده، او اسمها الاحتباس الحراري. يبقى انا عندي حاجتين، الوقود الحفري سيئتين، هما الاتنين نتجوا عن حرق الوقود الحفري، رقم 1 تلوث الهواء، رقم 2 الاحتباس. طب انا عندي دي اضرار بالنسبه لايه؟ للوقود الحفري. طب بالنسبه للوقود الحفري اللي هو الطاقه غير المتجدده، طب بالنسبه لمصادر الطاقه المتجدده بقى، قال لك عكسها. عكسها ازاي؟ عكس بالظبط الطاقة غير المتجددة أو الوقود الحفري، لا تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض، هي خلاص لأن هي ايه طاقة نظيفة وتساعد على الحفاظ على الوقود الحفري، لأن أنا لو استخدمتها هحافظ على المخزون بتاعي اللي موجود تحت الأرض من الوقود الحفري. رقم ايه 3 لا تنفذ، أي تتجدد في وقت قصير من استخدامها، ما بتقعدش ملايين السنين بقى زي التانية. التانية الوقود الحفري بيقعد ملايين السنين عشان يتجدد، لا دي لا تنفذ ما بتخلصش أبدا، لأن الشمس مش هتخلص ولا الرياح هتخلص ولا المية هتخلص، ولكنها تتجدد في وقت قصير من ايه استخدامها. يبقى انا عندي هنا مصادر الطاقة المتجددة الشمسية لها مميزات، ايه هي المميزات بتاعتها؟ رقم 1 اهي زي ما احنا شفنا قصاد مع بعض، اللي هي رقم 1، رقم إيه 1 لا تسبب في ارتفاع درجة حرارة الكوكب، رقم 2 تساعد على الحفاظ على الوقود الحفري، رقم 3 ان هي لا تنفذ وما بتخلصش، اي تتجدد في وقت قصير من استخدامها. مميزات ان الوقود الحفري غير مكلف كما في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، يعني انا علشان احفر واطلع الوقود الحفري ما بتكلفش ايه فلوس كتيرة جدا يعني، لكن في بالنسبة للطاقة المتجددة اللي هي طاقة الرياح والشمس مكلفة جدا جدا عن ايه الوقود الحفري، عشان اعمل الواح شمسية واحطها فوق السطح تجيب لي كهربا، لا بتكلف كتير جدا، وعشان كده محدش بيستخدمها، يعني عايزة فلوس كتيرة، ولذلك هي تعتبر مكلفة. صحيح طاقة نظيفة وطاقة مميزاتها كتيرة عن الوقود الحفري، ولكن استخدامها مكلف جدا، عايز فلوس كتيرة. زي ما احنا شايفين كده اهي الالواح، اهي الالواح الشمسية اللي انا اتكلمت عليها، ودي بتستخدم لطاقة الرياح، الرياح بتدورها، لما الرياح تدورها كده تلف وتولد ايه كهرباء، ودي بتحول الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية اللي هي الالواح الشمسية، خلاص. وبقى عندنا كمان في التوربينات في السدود عند اندفاع الماء فبيتم توليد الكهرباء، ودي تعتبر طاقة نظيفة ومتواجدة على طول وما بتخلصش ابدا ومتجددة، ولكنها مكلفة جدا جدا جدا، ولذلك بإيه بيصعب استخدامها. قيمة المصادر المتجددة، طبعا المصادر المتجددة احنا قلنا زي ايه بقى؟ انتوا شاطرين اهو هتقولوا معايا، الرياح زي ما احنا اللي احنا شفناها، دورت الرياح اللي احنا شفناها فوق دي كده، وايه كمان؟ والطاقة الشمسية زي الالواح الشمسية، وايه كمان؟ وعندنا كمان طاقة المياه اللي هي عند اندفاع المياه ايه بتولد ايه كهرباء من خلال التوربينات. طيب قيمة المصادر المتجددة بقى اللي ما بتخلصش ابدا اللي هي ايه؟ قال لك تعد المصادر المتجددة مثل الرياح والماء والشمس، الشمس احنا قلناه من المصادر غير الملوثة، ما بتلوثش البيئة، ما فيش غاز ثاني اكسيد الكربون بيطلع منها ولا حاجة، خلاص كده، ولا بيحصل منها اي تلوث ولا اي حاجة خالص، ولكن هي العيب بتاعها الوحيد ان هي مكلفة جدا جدا، خلاص محتاجة فلوس كتيرة عشان نعمل الالواح الشمسية دي، محتاجة فلوس كتير، وعشان نعمل دورات الرياح، وعلشان نعمل سدود نولد منها كهرباء برضو محتاجة فلوس كتيرة. طيب مصادر من مواد طبيعية، طيب احنا قلنا اللي هي المتجددة دي بتيجي من مصادر مواد طبيعية، طبعا الشمس طبيعية والرياح طبعا عندنا الرياح هي طبيعية من خلقة ربنا، والماء برضو طبيعية خلقة ربنا، والشمس ايه خلقة ربنا طبيعية جدا ما فيش فيها اي حاجة ابدا، وتتجدد بعد وقت قصير مش محتاجة ملايين السنين عشان تتجدد مرة اخرى، يعني انها ايه لا تنفذ ما بتخلصش ابدا ابدا، موجودة طول ما الارض موجودة، طول ما الشمس موجودة والماء موجود والرياح موجودة، والتلاتة موجودين على طول لا ينفذوا ابدا.
خلاص. المصادر المتجددة لا تستخدم تقنيات معقدة، خلاص كده بقى مش محتاجة آلات ضخمة بقى عشان أقعد أحفر وأعمل، لا مش محتاجة تقنيات معقدة ومتوفرة في معظم دول العالم. استخدام الطاقة المتجددة لن يزيد حرارة كوكبنا، خدنا بالنا، لأن هو مش هيخرج ثاني أكسيد الكربون، مفيش في الكلام ده خالص، وبالتالي درجة حرارة الكوكب هتفضل زي ما هي، مش زي أبدا الطاقة الغير متجددة اللي هو الوقود الحفري اللي بيطلع غاز ثاني أكسيد الكربون وبيزود درجة حرارة الكوكب. طيب الطاقة المتجددة هنا لا تحتاج لتكاليف الصيانة المرتفعة، ومثال ذلك السخان الشمسي بعد تشغيله لا يحتاج إلى صيانة. استخدامات الوقود. طب استخدامات الوقود بقى، نستخدم يوميا انواع مختلفة من الوقود. تصنف انواع الوقود الى انواع متجددة وانواع غير متجددة. احنا قلنا الانواع المتجددة زي الرياح والشمس والمياه، وانواع الغير متجددة زي قلنا زي الوقود الحفري اللي هو البترول والغاز الطبيعي والفحم. طب نيجي نشوف مع بعض كده من انواع الطاقة المتجددة. هو هيقول لي من انواع الطاقة المتجددة رقم واحد جاب الشمس اللي هي الطاقة الشمسية، وهي الطاقة التي نحصل عليها من الشمس، نظرا لأن الشمس موجودة باستمرار، عمر الشمس ما هتخلص أبدا طول ما الأرض موجودة وطول ما الشمس موجودة. لأن الشمس موجودة باستمرار فتعد هذه الطاقة من الطاقات المتجددة، وعشان كده هي متجددة وما بتخلصش أبدا. خلاص. طب من أنواع الطاقة المتجددة إيه كمان؟ قال لك رقم اتنين الزيت النباتي، نحصل عليه من النباتات التي يسهل تجددها، لذلك هو مصدر متجدد. رقم ثلاثة الفحم النباتي وهو الأخشاب. احنا اتفقنا من أوائل الحلقات ان الفحم النباتي هو الأخشاب، او احنا قلنا عليه الوقود الحيوي، قلنا عليه الوقود الحيوي لو احنا فاكرين كده مع بعض، ماشي كده. وتأتي الأخشاب من الأشجار التي تعد نباتات. خلاص دي من أنواع الطاقات المتجددة التي يمكن استخدامها دون تلويث البيئة ولا حاجة. دي من يعني متجددة يعني ما بتخلصش وما بتقدر تجدد نفسها على طول. خلاص. طب من أنواع الطاقات بقى غير المتجددة، رقم واحد عندنا الكيروسين، وهو مصدر الكيروسين من بيجي منين؟ الكيروسين ده جه من الوقود الحفري، لذلك هو غير متجدد. خلاص اللي هو الجاز يعني. طيب وايه كمان عندنا؟ زي البنزين، وده بيجي منين؟ مصدره ايضا الوقود الحفري، خلاص لذلك برضه هو غير متجدد. يبقى اي حاجه تيجي من الوقود الحفري هنعتبرها غير متجدده على طول، خلاص، لان هي مخزون تحت الارض وكل ما اخد منه هيخلص في الاخر، سوف ينتهي في يوم من من الايام. ولكن الشمس هتنتهي في يوم من الايام؟ لا طبعا، خلاص كده. والزيت اللي انا باخده من النباتات هينتهي في يوم من الايام؟ لا برضه. طب والخشب اللي انا باخده من خلال الاشجار، واخد الاشجار واعملها فحم، واعمل الخشب فحم نباتي، لا برضو مش هتنتهي في يوم من الايام ولا حاجه. طب طاقه الريح هتنتهي برضو؟ لا مش هتنتهي. طب طاقه الميه هتنتهي؟ لا مش هتنتهي. طب عندنا بالنسبه بقى للوقود الحفري سوف ينتهي في يوم من الايام، اللي جه منه الكيروسين وجه منه البنزين وجت منه برضو الكهرباء. نيجي نشوف هنا عندي جدول كده جايبولي بيقول لي بعد ان تعرفنا بعض انواع الوقود حاول تصنيف القائمه التاليه الى متجدد او غير متجدد في الجدول التالي. مدي جدول فيه هنا كلمه متجدد وهنا في كلمه غير متجدد. طب هنا حاطط الخشب ان هو متجدد اللي هو طبعا بيتحول الى فحم نباتي. طب انا عندي هنا اول واحده الفحم، الفحم احطها في متجدد ولا غير متجدد؟ ما دام فحم بس يبقى يتحط غير متجدد، لانه يعتبر من الايه، احنا قلنا الفحم هنا يعتبر من الوقود الحفري، خلاص. ولكن لو انا قلت فحم نباتي كان كنت هعتبره متجدد، ليه بقى؟ لانه يعتبر من الوقود الحيوي. طب نيجي نشوف في البنزين، البنزين طبعا غير متجدد برضو لانه وقود حفري، خلاص. طيب عندنا الغاز الطبيعي برضو وقود حفري، يبقى غير متجدد الغاز الطبيعي، خلاص. بعدين عندنا كده النفط برضو، نفط غير اللي هو البترول اللي احنا بنطلع منه البنزين بقى، النفط ده يعتبر برضو غير متجدد لانه موجود تحت الارض وهيخلص في يوم من الايام وينتهي، ده يعتبر غير متجدد. طب بعد كده عندنا الطاقة الشمسية، الشمس يعني انا هختصرها هنا، دي تعتبر طبعا متجددة لان الشمس عمرها ما هتنتهي في يوم من الايام ولكنها موجودة بوجود الكوكب. وبعد كده عندنا طاقة الرياح، طبعا دي تعتبر متجددة برضو لانها عمرها ما هتنتهي ابدا، والخشب هو حاططها في المتجددة اهي. طيب اختبر نفسك، ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وغلط امام العبارة الخاطئة. رقم واحد يعتبر الفحم النباتي من الوقود الحفري.
طبعا الكلام ده مش مظبوط غلط. طب ليه؟ لان فحم نباتي ها مش وقود حفري، امال وقود ايه؟ حيوي. ده كانت في اول ايه حلقة قلناها خلاص. طيب ركوب رقم 2، ركوب الدراجة للتنقل بدلا من السيارة من وسائل الحفاظ على الوقود الحفري. طبعا كده مظبوط، احنا شرحناها من شوية. يجب ترشيد الوقود الحفري لأنه طاقة متجددة. غلط طبعا الكلام ده. ليه بقى؟ لأن الوقود الحفري ما هواش طاقة متجددة، ولكنه طاقة غير متجددة. خلاص. رقم 4، يحترق الوقود في محطات الطاقة لإنتاج الكهرباء. الكلام ده مظبوط، فاحنا قلنا وشرحناه كويس جدا ازاي بيحترق الوقود، ازاي بيحترق الوقود في محطات الطاقة عشان ايه ننتج منها كهرباء في الاخر. رقم ب، اكمل العبارات التالية. ترشيد استهلاك الكهرباء يساعد على نقط استهلاك الوقود الحفري. ترشيد استهلاك الوقود الحفري، ترشيد يعني ايه؟ يعني تقليل. رقم 2، المصادر المتجددة هي التي تتجدد بعد وقت قصير من استهلاكها، مثل الماء والرياح والطاقة الشمسية. خلاص احنا بنتكلم عن متجددة، متجددة يبقى ماء ورياح وطاقة شمسية. من انواع الوقود المتجدد، وقود، ناخد بالنا، وقود متجدد. وقود متجدد يبقى ايه؟ احنا شفناه فوق اهو، متجدد. وقود متجدد يبقى الخشب، ها اللي بناخده ونحوله لفحم. وايه كمان؟ والفحم النباتي. بينما من انواع الوقود غير المتجدد نقط ونقط، عندنا النفط والغاز الطبيعي. ماشي. طيب حدد الخطأ في الجملة التالية واذكر السبب. شوف الخطأ هنا ايه. طيب بيقول لك الوقود الحفري من افضل خيارات الطاقة التي يمكن استخدامها. طبعا الوقود الحفري مش من افضل الخيارات الطاقة التي يمكن استخدامها، لانه هو ايه؟ احنا قلنا غير متجدد، غير متجدد. وكمان قلنا مش من افضل انواع الطاقه. ليه؟ لانه بيلوث البيئه، ملوث، ملوث للايه؟ للبيئه، لان بينتج منه غاز ايه؟ لان ده حرقه لازم عشان نحصل منه على الكهرباء والمواد الاخرى لازم نحرقه خلاص. فلما بنحرقه ايه بيطلع من المصانع؟ غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يلوث البيئه. نيجي نشوف مع بعض كده الدرس الخامس، الوقود والرحلات على الطريق. تعلمنا كيفية استخدام مختلف أنواع الوقود، وعرفنا أن معظم وسائل النقل تعمل بالوقود. طبعا وسائل النقل بتاعتنا كلها، العربيات والأتوبيسات وغيره، بيعملوا بالإيه؟ بالوقود. حيث أن الوقود يمد وسائل النقل بالطاقة اللازمة لحركتها. كيف يمكنك أن تصف وسائل النقل والوقود؟ هنشوف كده. الوقود الحفري يعتبر من أكثر أنواع الوقود استخداما في حياتنا اليومية. طبعا وهو من الموارد غير المتجددة. ليعلل بقى، احنا قلنا قبل كده الإجابة هي لأن معدل استهلاكه أسرع بكثير من معدل تكوينه، لأنه بيستغرق ملايين السنين حتى يتكون مرة أخرى، وهو مخزون تحت الأرض ويتم إيه استهلاكه بسرعة، وسينضب في يوم من الأيام، أو هينفذ أو يخلص يعني في يوم من الإيه من الأيام. طب الوقود الحفري هو أكثر شيوعا في حياتنا اليومية ليه؟ لأن إحنا بناخده وبنحرقه زي ما إحنا قلنا، ونولد منه الطاقة الكهربائية زي ما شرحناها قبل كده. يستغرق تكوين الوقود الحفري ملايين السنين، ودي حاجة طبعا ايه سيئة جدا، لان هو ايه بكده مش هنقدر ان احنا نعوضه مرة ايه اخرى. ونستهلك كميات كبيرة من الوقود الحفري بصورة اسرع بكثير من معدل تكوينه، ونستخدمه في السيارات وتوليد الكهرباء زي ما احنا اتفقنا. احنا بنطلع من الوقود الحفري البترول، يعني بنطلع منه البنزين، وكمان ايه بنقدر ايه نستخرج منه الكهرباء التي تعمل على تشغيل العديد من الاجهزة المنزلية والمعدات. هنا كده التفسير العلمي. الوقود الحفري هو ايه بقى؟ الوقود الحفري ده هو البترول والغاز الطبيعي والفحم. هو الوقود الناتج عند تعرض الكائنات الحية المتحللة منذ ملايين السنين للضغط والحرارة زي ما احنا اتفقنا خلاص.
الأشخاص بيحصل لها ايه، بتتحول إلى الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ويستغرق تكوين الوقود الحفري ملايين السنين. ده اختصار لكل اللي احنا شرحناه، ونستهلك منه كميات كبيرة بصورة أسرع بكثير مما يمكن تعويضه. ولهذا السبب يصنف الوقود الحفري بأنه من الموارد غير المتجددة، أصل إنه هو طبعا مخزون تحت الأرض وبيخلص في يوم الأيام أو ينضب أو ينتهي، ونستخدم مع كثرة استخدامه، ونستخدم ولذلك يجب ترشيد استهلاكه. ونستخدم الوقود الحفري في وسائل المواصلات والتدفئة وتبريد منازلنا، ولتزويدنا بالكهرباء، ونظرا لأهمية الكهرباء في حياتنا يجب ترشيد استهلاكها، مما يؤدي بالتالي إلى ترشيد استهلاك الوقود الحفري. نشوف هنا مع بعض كيف يتم استخراج البترول أو النفط أو الوقود الحفري من تحت الأرض أو من تحت الماء. هنشوف حفارات النفط وروبوتات تحت الماء. نستخرج البترول من باطن الأرض عن طريق حفارات عملاقة تحفر في قاع البحر على أعماق كبيرة جدا للحصول على النفط. وجد الإنسان صعوبة في الوصول إلى قاع البحر اللي أخذ عينات من قاع المحيطات والبحار واستكشاف أماكن وجود النفط، لذلك اتجه العلماء إلى تطوير ما يسمى بالروبوتات، هي بقى التي تعمل عن طريق التحكم عن بعد لتوفير تلك المعلومات بدل من الإنسان. يعني الإنسان هم بينزلوا تحت البحر زي ما احنا شايفين كده مسير طويلة، صعب جدا طبعا ان الانسان هو اللي ينزل ويجيب عينات من تربة البحر عشان يشوف فيها بترول ولا لا، ولذلك هم استخدموا مين، الروبوتات بقى هي اللي تقوم بذلك العمل، وبيتم التحكم في الروبوتات عن بعد. الروبوتات ايه هي الروبوتات دي بقى، نشوف مع بعض كده. هي آلات ميكانيكية قادرة على القيام بأعمال مبرمجة سابقا، يعني الروبوتات دي بتكون مبرمجة سابقا خلاص. طيب، وهي آلات ميكانيكية قادرة على القيام بأعمال مبرمجة سابقا، اما بإشارة مباشرة من الإنسان أو بإشارة من برامج حاسوبية، إما الإنسان هو اللي يديها الإشارة مباشرة عن طريق الريموتات طبعا زي الريموت بتاع التلفزيون كده، أو بإشارة، أو الكمبيوتر هو اللي بيديه الإشارة ثم يقوم الروبوت بالعمل والتحرك والقيام بالعمل الذي يكون مطلوب منه. ومن ثم فهي تستخدم للتحقق من أنابيب النفط ورؤوس الآبار أو كامل البنية التحتية الخاصة بالحقول، طبعا حقول البترول.